يعني الخطط الخمسية التي كان ينادي بها ويرددها الرئيس السابق، ماذا عنها؟ هل حققت ما كان يحلم به الشعب المصري، خصوصا أنها كانت وعود في الاقتصاد القومي؟ سيأتي خير بعد هذه الخطة الخمسية، سيكون هناك وفرة في الإنتاج، سيكون هناك مستوى أعلى من مستويات المعيشة. ماذا عن هذه الخطط الخمسية؟ لكي أكون منصفا، كانت هناك خطط خمسية، وهذه الخطط الخمسية منذ الثمانينات. تمام. كانت الخطة الخمسية تلو الخطة الخمسية، وكانت تحقق ثمار. كان النظام يعني يستهدف من وراء هذه الخطط الخمسية زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وزي ما قلت ان احنا حققنا معدلات نمو كبيرة، لكن في هذه الحالة لم يحقق العدالة الاجتماعية. صحيح. يعني بالتالي ليه؟ لأنه زي ما قلت انشغل بتراكم الثروات. صحيح. على مستوى رموز النظام. إلى جانب التوريث، قضية التوريث، ونسي الشعب المصري كأنه نسيا منسيا. صحيح. ولذلك قامت الثورة عليه، لأنه الشعب المصري لا يورث. الشعب المصري يعني نسبة الفقر عندما تحل على شعب معين ويشعر أنه حقه مهضوم في هذه الحالة، ويشعر أن المرض قد انتشر، ويشعر أن الجهل ومنظومة القيم الاجتماعية قد اختلت وقد شوهت في مصر، وبالتالي كان شيء طبيعي أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يوجه شباب مصر من خلال شباب الواعي، وبالإضافة ان هو يفجر الثورة، وانه الشعب المصري كله الواعي هو الاخر بمخزون الغضب اللي لديه من 30 سنة. هو كان في حالة غضب شديد جدا، بهذا مخزون الغضب احتضن ثورة الشباب، وقامت مصر يعني اقول كل شرائح المجتمع في مصر، بالتالي انت وانا وكل الامي والمتعلم وكل شرائح الاطفال، حتى ستات البيوت خرجت، كلهم كانوا، كلنا كان في بتعمنا فرحه. صحيح. يوم 25 يناير، والفرحه زادت اكثر يوم 11 فبراير لما تنحى الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وتم القبض على رموز الفساد الموجوده والتي هي وراء القضبان حاليا، وتحاكم محاكمة. يعني شوف الجمال في مصر، انه تحاكم محاكمة عادلة مدنية بقضاء عادل، وبياخد مجراه القضاء ومتسع من الوقت، لدرجة ان احنا حتى الشعب النهاردة اصبح يريد ان يصل الى يعني نتيجة معينة. وعشان كده في يوم 25 يناير الناس كلها المطالب تقول نريد محاكمة عادلة، لكن الإسراع بأنه، ولذلك القضاء المصري في عملية المحاكمات يوم ورا يوم ما عادش بياخد أجازة، ما لا يوجد أجازات. حقيقة. المحاكمات مستمرة يوم بيوم حتى يصل بالشعب المصري إلى نتيجة معينة بأنه القضاء العادل. لكن دكتور يعني نتوقف عند هذه المحاكمات. نعم. هل أثرت هذه المحاكمات في اقتصادنا المصري في هذه الفترة؟ يعني طول هذه المحاكمات وعدم استقرار الأوضاع ومعرفتها ومعرفة الاتجاه الصحيح، ورؤوس النظام اتحاسبوا ازاي، الأموال اللي هربوها للخارج هل هتأتي لنا أم لم تأتي؟ الشعب عندما قال نحاكم محاكمة عادلة، كانت هذه المحاكمة بناء على تطلعاته لاسترداد المبالغ المالية الكبيرة التي هربت خارج مصر، يعني أو التي كانت في أرصدة يعني فلول النظام السابق. هل ترى أن هذه المحاكمة أثرت على الاقتصاد القومي المصري في هذه الفترة؟ هي لا شك أنه الثورة طبعا أثرت، وأيضا المحاكمات قد أثرت. دي تكلفة الحصول على الحرية. بقول أنه أثرت لأنه كل المستثمرين ورجال الأعمال الشرفاء يترقبون وينظرون إلى ما ستؤول إليه نتائج هذه المحاكمات، لأنه معناها القضاء على الفساد مش يعني بالكامل، لأنه ما زال هناك فساد. تمام. بمعنى آخر، من يقوم بتقديم دروس خصوصية مثلا على سبيل المثال، ما هو ده نوع من الفساد. من يقوم بإصلاح سيارة لعميل معين أو لشخص معين بطريقة يعني لا يكون فيها ضمير إلى آخره، ده فساد أيضا. يعني إحنا بنتكلم عن الفساد، إحنا بنتكلم عن الفساد المنظم
المنظم اللي كان النظام بيكرسه في هذه الحالة. فبقول رجال الأعمال الشرفاء حتى داخل مصر وخارج مصر، سواء كان مصري أو أجنبي، الكل يترقب يعني التغيير. يعني بيؤجل التوسعات في المصانع بتاعته، يؤجل ضخ مزيد من الأموال في مشروعاته الحالية. المراقبين من رجال الأعمال خارج مصر يترقبوا ما ستقول. ليه؟ لأنه عندما نصل إلى نتيجة ومحاكمات ويعاقب كل من قام بإفساد الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر في هذه الحالة، أعتقد أنه ستعود الثقة لرجال الأعمال، لأنه هيعمل في جو من الطهارة، وبالتالي الفردة اللي كانوا بتفرض عليه من 10% أو أكثر حتى يستطيع أن يدخل يعني نشاط الأعمال في مصر سوف تنتهي، وبالتالي سيقبل المزيد من رجال الأعمال والمال في هذه الحالة للدخول في مصر على يعني مناخ نظيف وطاهر في هذه الحالة. دكتور فخري الفقي، دعائم الاقتصاد المصري وموارده، ماذا ترى في هذه الدعائم الحالية بعد ثورة 25 يناير في فترة عام كاملة؟ عاوز اقول لك وبرضو بقول لمشاهدينا انه مصر وسكان مصر عايشين على مساحة 7% على اكثر تقدير، 7% من مساحة مصر، وانه 93% من مساحة مصر صحراء فلم تكتشف بعد. يعني مصر بها من الخيرات كثير. التي لا تحصى. ولذلك احنا محتاجين مرة تانية بعد ثورة 25 يناير انه نشمر عن سواعدنا، ولادنا، علمائنا، اساتذتنا، كل الناس اللي هو العلماء بتوعنا، ان هم يشمروا عن سواعدهم عشان يكتشفوا مصر من اول وجديد. لكن على قد 7% اللي احنا عايشين على مساحة مصر، ان احنا قواعد الاقتصاد المصري بالرغم من هذا زي ما قلت قبل كده قواعده متينة، بانه مصادر دخل متنوعة. لو بصينا الى مثلا، انظر الى قناة السويس تدر على مصر ما لا يقل عن 6 مليار دولار سنويا. انظر الى السياحة كانت تدر. فترة الثورة يعني فترة الثورة طبعا يعني تأثرت. لا بالعكس، لهنجد ان في يعني مزيج من الأداء الجيد والأداء السلبي. طبعا احنا عندنا الانفلات الأمني الذي حدث بعد ثورة 25، وده شيء طبيعي. هذا الانفلات الأمني أدى طبعا إلى هروب رؤوس الأموال، وإنه الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي كانت أتت إلى مصر ما قبل الثورة، كنا وصلنا إلى الاستثمار الأجنبي بلغ 13 مليار دولار، وده يعني مبلغ وقيمة ورقم يعني لم نحققه فيما قبل. يعني ده كان في سنة 2008 قبل حدوث الأزمة المالية العالمية. ولذلك بقول انه 13 مليار كان ممتاز جدا. بعد الأزمة المالية العالمية انخفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 8 مليار بسبب الأزمة المالية، لكن بعد ثورة 25 يناير نتيجة الخلل الأمني وعدم الاستقرار الأمني، عاوز أقول لك أنه خلال سنة 2011 بعد الثورة للأسف الشديد طبعا وجدنا الاستثمار الأجنبي المباشر لم يتعدى 3 مليار. فرق ضخم جداً. وده بيؤدي الى نضوب النقد الاجنبي المتاح لدى البنك المركزي في مصر. السياحة النهاردة تأثرت تأثر شديد جدا، طبعا هي مرتبطة ارتباط شديد باستقرار الاوضاع الامنية، ولذلك وجدنا انه انخفضت من ما قبل الثورة كان وصلت الى 12 مليار، وجدنا انه السياحة وصلت الى 5 مليار، طبعا فقدنا 8 مليار وده يعني مبلغ ضخم للغاية. اثر برضو على ما لدينا من النقد الاجنبي. لكن لما تبص التحويلات المصريين نجد انها زادت، وده يعتبر لاسباب كثيرة جدا لا داعي لذكرها، لكن انه في حالة لما يكون في البلاد العربية زي ليبيا، زي اليمن، زي بعض الدول العربية الأخرى، البحرين إلى آخره، بعض الجاليات المصرية التي هناك يعني تريد أن يعني تحول أموالها إلى مصر لأنها قريبة إلى موطنه إلى آخره، فقد يكون ده سبب من الأسباب، على الرغم أن في
خلل أمني، لكن الخلل الأمني يؤثر على السياحة ولكنه لا يؤثر كثيرا على تحويلات المصريين الأتية من الخارج، ولأنه يمكن بيحتاج إلى تدعيم أهله هنا في مصر، يعني زوجته اللي كانت زوجته الموجودة أولاده إلى آخره بيدعمهم بالمال أكثر، لأنه في حاجة ملحة للأسر المصرية اللي عائلة موجود في الخارج حقيقة. وبالتالي بنقول لكن هذا التأثير على قناة السويس يعني زادت هي كمان يعني قناة السويس زادت يمكن لحركة مثلا العابرات والناقلات الأمريكية بخروجها من العراق في أواخر العام الماضي إلى آخره، ولذلك بنقول أنه قناة السويس يعني زادت إيراداتها لم تنخفض خلال 2011، انه تحولات المصريين زادت، لكن النقص الواضح جدا وكان بشدة في مجال السياحة وفي مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة نقصت، كمان الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في البورصة هي كمان خروج شديد جدا للأجانب ببيع الأسهم والسندات وأذون الخزانة الحكومة المصرية في البورصة المصرية والخروج بأموالهم، وطبعا هناك آلية موجودة لدى البنك المركزي في إتاحة هذا الخروج الآمن لهذه الأموال، لأنه كان في اتفاقية ما زالت قائمة، ويمكن البورصة ما أثرتش كتير جدا على الوضع. البورصة تأثرت كثيرا لأنه على الوضع الاقتصادي المصري، هل أثرت بتغير الحادث في البورصة بهذا التغير وهذا الانسحاب؟ طبعا لانه يعني لما نبص الى انه احتياطي طبعا اثر على ما لدى البنك المركزي من احتياطي من النقد الاجنبي، كلنا عارفين ان كان عند البنك المركزي 36 مليار دولار او ما يعادل يعني بالدولار 36 مليار، اللي هو ما يهمنيش الرقم، انا يهمني بتغطيني كم شهر واردات. 36 مليار كان ده في اول يناير 2011 قبل الثورة مباشرة، بيغطيني 9 أشهر واردات وده يعتبر حد آمن، لكن نتيجة الخلل الأمني ونتيجة نضوب الإيرادات القادمة من السياحة ومن الاستثمارات الأجنبية غير مباشرة فقدنا الكثير، وجدنا أن البنك المركزي بدأ يعني يضخ من هذا الاحتياطي من أجل الواردات السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، من أجل سداد الديون اللي علينا بالنقد الأجنبي، من أجل الدفاع عن قيمة الجنيه المصري. مشهد رأسي من ميدان التحرير، خبئ قصائدك القديمة كلها، مزق دفاترك القديمة كلها، واكتب لمصر اليوم شعرا مثلها، لا صمت بعد اليوم يفرض خوفه، فاكتب سلاما نيل مصر وأهلها. عيناك أجمل طفلتين تقرران بأن هذا الخوف ماض وانتهى، كانت تداعبنا الشوارع بالبرودة والصقيع ولم نفسر وقتها، كنا ندفئ بعضنا في بعضنا ونراك تبتسمين ننسى بردها، وإذا غضبت كشفت عن وجهها وحياؤنا يأبى يدنس وجهها. لا تتركيهم يخبروك بأنني متمرد خان الأمانة أوسها، لا تتركيهم يخبروك بأنني أصبحت شيئا تافها وموجها، فأنا ابن بطنك وابن بطنك من أراد ومن أقال ومن أقر ومن نهى. صمتت فلول الخائفين بجبنهم وجموع من عشقوك قالت قولها. شكرا. الاحتفال
الاحتياط النقدي حاليا في مصر يعني بلغ 18 مليار، يعني فقدنا 50% بدل 36 اصبح عندنا 18 بمفهوم يغطيني كم شهر واردات؟ يغطيني 4 أشهر واردات ونص. احنا الحدود اللي هي المعقوله يبقى يغطيني 6 أشهر واردات. تمام. كون ان هو انخفض عن 6 أشهر واردات واصبح 4 أشهر ونص واردات مصريه، معناها ان دي بتدي اشارات غير مطمئنه للعالم للشركاء التجاريين بتوعنا، ان معناها خلي بالكم انتوا بتتعاملوا مع دوله مخاطرها بتزيد في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. تمام. الخوف بقى ان لانه كل شهر حسب يعني محافظ البنك المركزي ما بيقول انه كل شهر لازم اضخ من الاحتياطي واسحب من الاحتياطي 2 مليار دولار. يعني احنا دلوقتي وصلنا الى 18، ده في شهر ديسمبر الماضي. يعني بعد 12 شهر خلال سنة، لو شهر يناير ده خلص، هل اذا قام بسحب كمان 2 مليار معناها هينخفض الى 16 مليار دولار؟ اتمنى انه ننتهي من اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على اللي هو قرض صندوق النقد الدولي اللي هو تقريبا 3.2 من 10. الصندوق دائما يعني بشروط حتى يعطينا هذا القرض، ماذا عن اهم هذه الشروط؟ والله انا عاوز اقول لك حاجه، يعني ده يعني سمعه الصندوق وصوره الصندوق في الدول الناميه عموما صوره سلبيه، بمعنى اخر ان هو صندوق النقد الدولي بالبرامج التي يضعها للدول النامية عندما تمر بضائقة انها بها مشروطية كبيرة تمس سيادة الدول، ايضا بيؤدي الى تدخل الدول الاجنبية الكبرى في سياسات هذه الدول. انا بحكم ان انا اشتغلت مساعد مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي في فترة التسعينات، يعني انا كنت داخل هذا البيت، فارى بوضوح يعني عكس اللي يقرا عن صندوق النقد الدولي. فانا بطمئن الناس انه الصندوق بعد الازمه الماليه العالميه اللي هي نشات في نهايه 2008 انه الصندوق غير من سياساته واصبح سياساته النهارده اكثر تحرريه من المشروطيه. طيب. وعنده نوافذ كثيره جدا. يكفي انه اقول انه مدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي عبد الشكور شعلان وهو مصري بقاله في صندوق النقد الدولي 50 سنة، وهذا الرجل هو عميد المديرين التنفيذي، أقدم مدير تنفيذي ما بين 24 مدير تنفيذي. أتى إلى مصر من 3 أيام في إطار البعثة اللي بتتفاوض مع مصر الآن حول هذا القرض وبرنامج للإصلاح الاقتصادي لمصر حتى تمر من عنق الزجاجة، إنه يؤكد مرارا وتكرارا لا مشروطية على الإطلاق بالنسبة لهذا البرنامج اللي الصندوق بيقوم بيه. ليه؟ لأسباب. واحد، إن الصندوق غير توجهاته منذ الأزمة المالية العالمية اللي هي في سنة 2008. أيه. اتنين، إنه الدول الربيع العربي لها خصوصية خاصة مصر بالذات، وهذا الرجل رجل عبد الشكور شعلان شرقاوي من ابو كبير، ابن عمده ابو كبير سابقا، فاللي اقصده يعني من شعب مصر، واصبح بيحتل يعني مكانه متميزه. لذلك النهارده اذا استطعنا الوصول خلال فتره وجيزه، يعني الصندوق بيقول احنا ممكن نوصل لاتفاق مع مصر حول هذا القرض في اطار برنامج للطوارئ والاصلاح الاقتصادي للخروج من عنق الزجاجة، ما بين عشان نتفق ما بين 8 أسابيع إلى 12 أسبوع، يعني شهرين إلى 3 أشهر. طبعا ده بالنسبة لنا يعتبر كتير، لأنه معناها إن احنا هنسحب من احتياطي البنك المركزي 2 مليار كل شهر، يبقى معناها يتناقص إلى 3 أشهر واردات، وده معناها إشارة حمراء لكل المتعاملين معانا شركائنا التجاريين. بس هل هذا هو الأمل الوحيد بالنسبة لنا، ولا هناك أمال أيضا معقودة؟ ما هو ده مجرد ما بتحصل على يعني موافقة الصندوق النقد بيعمل لك دراسة لأوضاع الاقتصاد المصري، يعني هو الطبيب العالمي، الطبيب الاقتصادي العالمي، بيكشف على الجسم الاقتصادي المصري ويرى اذا كان به مشكلة بيعالج هذه المشكلة، وبيضخ في هذه الحالة اللي قلنا عليه القرض اللي هو 3.2 من 10، وبيدي لك شهادة ثقة بانه الاقتصاد بالفعل الاقتصاد المصري دعائمه قوية، الاقتصاد المصري دعائمه قوية بمعنى زي ما قلت قبل كده، وبالتالي هو هيؤكد هذا.
مجرد ما صندوق النقد الدولي بيؤكد ان دعائم الاقتصاد المصري قويه معناها تعود. في هناك معناها شهاده الثقه من مين؟ مش من الصندوق. صحيح. من 178 دوله اعضاء في صندوق المجتمع الدولي ممثلا في صندوق النقد الدولي بيقول يا شركاء مصر التجاريين ويا دائني مصر ان مصر اقتصادها قواعده متينه وانه يستطيع ان يفي بالتزاماته تجاه حضراتكم، وبالتالي انا صندوق النقد الدولي ممثلا لكم بقول هذه شهاده صلاحيه وشهاده ثقه في الاقتصاد المصري انه يستطيع الوفاء بالتزاماته. فانا شخصيا الصندوق باقرض 3.2 مليار دولار. يبقى معناها السعودية معناها بيقول للدول اللي هي العربية اللي هي عندها التزام تجاه مصر زي المملكة العربية السعودية التزمت بأنها تضخ وتقرض مصر 4 مليار دولار منهم نص مليار منحة اديتها لنا خلاص، باقي 3.5 مليار سوف تقوم عندما يتم الاتفاق على برنامج مع صندوق. الامارات 3 مليار، القطر 2.5 مليار دفعت منهم نص مليار الى اخره، فبنجد انه هناك ما يقرب من حوالي 10 مليار دولار تنتظر شهادة الثقة من صندوق النقد الدولي. والواحد يقول لك تميدونا مش يعني هم اخواتنا العرب يستنوا انه صندوق النقد الدولي اللي بيمثل العالم يستنى عشان شهاده الثقه. ليه احنا يعني ده احنا عرب زي بعض. احنا اخوات. لكن هنا بنقول انا عاوز اقول ان هذه الاموال ال10 مليار دولار دول دي فلوس شعوب الدول العربيه، ليست اموال الملوك والامراء. ولذلك الشعوب العربيه تريد ان تطمئن، ولو احنا في نفس الموقف بتاعهم برضو شعب مصر يريد ان يطمئن. في ان امواله سوف تاتي اليه مره ثانيه. هذا سلوك طبيعي. لكن هم بالفعل قاموا بصرف مليار دولار، نصف مليار من المملكة العربية السعودية ونصف مليار من قطر لمساعدة الميزانية ودعم الميزانية الحكومية المصرية كمنح في هذه الحالة. أما القروض سوف تأتي بعد. لكن تأخرنا في الفترة السابقة من طلب البنك الدولي أن يقدم لنا. لماذا هذا التأخر؟ هل كنا نرى أننا سنخرج من هذه الأزمة بواقع مغاير ولا إيه بالضبط؟ لا، هي قصة يعني لابد أن المشاهد يعرفها. بمعنى آخر، إحنا كنا في يونيو الماضي كانت نلاحظ ان احنا دي خامس حكومة موجودة. تمام. اللي هي حكومة نظيف واقيلت بعد يعني بعد الثورة بشهر تقريبا او كذا اسبوع، ثم جاءت حكومة احمد شفيق. احمد شفيق تمام. ثم اقيلت يعني فترة اسبوعين ثلاثة ثم اقيلت ثم فترة شرف واحد ثم حكومة شرف اثنين ثم حكومة الجنزوري. هذول خمس حكومات. صحيح. يعني خلال فترة سنة 2011 في خمس حكومات. صحيح. في شهر يونيو كانت حكومة شرف واحد عصام شرف الأولى وكان وزير المالية سمير رضوان، وأدرك بأن الاقتصاد المصري يمر بحالة من شح السيولة، يعني نقص في السيولة، وأن دعم الاقتصاد المصري قوية وأنه يستطيع أن هو يتعافى إذا كان هناك استقرار أمني وفي استقرار سياسي ببرلمان جديد وإعادة بناء الدولة إلى آخره. ودعا بعثة صندوق النقد الدولي لكي تأتي للكشف، هذا الطبيب الاقتصادي العالمي يأتي للكشف على جسم الاقتصاد المصري عشان يطمئن المصري ويطمئن شركائنا التجاريين والدائنين إلى آخره. فأتت البعثة فعلا وقامت بالكشف على الجسم الاقتصادي المصري، وجدت أن دعائمه قوية وأن هناك نقص في الدم أو ما نسميه بالسيولة النقد الأجنبي بالذات فيحتاج إلى نقل دم. وفي هذه الحالة عشان هذا البرنامج يتم وتصل مصر إلى برنامج، طبعا هذا البرنامج آنذاك وضع بأيدي مصرية بفكر مصري وليس صندوق النقد الدولي. ولذلك الصندوق في هذه الحالة كان على وشك أن يقوم بالموافقة من خلال مجلس إدارة الصندوق في واشنطن، ولكن كانت هناك طبعا لابد أن يصدق على هذا البرنامج من البرلمان. لا يوجد برلمان، ولكن اختصاصات البرلمان موجودة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أن يقوم بالتصديق بما له من اختصاصات البرلمان طرح على الدكتور سمير رضوان وقال له لابد من حوار مجتمعي حتى يستشف الصندوق ان الشعب المصري وطوائف الشعب المصري موافقه على هذا البرنامج، ان لم توافق يبقى احنا لن نوافق.
وحدث بالفعل، وحضرت هذا الحوار المجتمعي، كان وزير المالية موجود، وكان رموز الأحزاب المصرية موجودة في يونيو 2011، وكانت هناك بعض ائتلافات شباب الثورة، وبدأ الحديث أمام يعني أعين ومرأة بعثة صندوق النقد الدولي حتى يطمئنوا أن ده الحوار المجتمعي ده هو ده تعبير حر عن آراء الشعب المصري. وبالفعل يعني الغالبية كانت ترى بأنه لا حاجة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ولا حاجة من الاقتراض الخارجي بالنقد الأجنبي حتى نحمل الشعب المصري. وفي هذه الحالة المجلس الأعلى للقوات المسلحة نقلت إليه هذه الرسالة، فرفض الاقتراض حتى لا يحمل الاقتصاد المصري بعباء خارجية، عبء دين خارجي في هذا. ولكن أنا كاقتصادي وأنا قاعد في هذا الحوار المجتمعي كنت أرى العكس تماما، وعبرت عن هذا بأنه نحن هناك عجز في الميزانية، سوف نمول هذا العجز من خلال واحد ترشيد انفاقنا، اثنين انه من خلال انه الحكومة تقترض محليا من خلال اذونات طرح اذونات خزانة من المصارف بتاعتنا، والمصارف بتجيب من الودايع بتاعتنا طبعا، لكن لن نسقل على المودعين من ناحية الحكومة تقترض فلوس المودعين من المصارف باذونات خزانة، لكن نحتاج الى نقد اجنبي، والا البنك المركزي احتياطيات والنقد سوف تستنزف. ولذلك كان المفروض يبقى الحل الثالث مكمل الى ان احنا نقترض محليا، نتقشف، ثلاثة نلجأ الى الطبيب الاقتصادي الدولي اللي احنا مؤسسينه، احنا اللي مؤسسين صندوق النقد الدولي سنة 45، كانوا بس 33 دولة هم اللي اجتمعوا، ومصر هي الدولة العربية مش الوحيدة، هي والعراق، تمام، فكانت مصر متواجدة وكانت مؤيدة لإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، دول توأمان، فدول تم إنشاء، ولنا حصة في الصندوق، لنا أموال في الصندوق، لنا مليار ونص دولار في صندوق النقد الدولي، لماذا لا نستفيد؟ ولماذا لا ننظر الى الصندوق على انه سوف يمس سياده مصر، سوف يقوم بوضع مشروطيات، والصندوق نفسه بيقول لك لا مشروطيه على الاطلاق. مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه تستاهل ياللي وقفت جنب كل خير، عشانك انت تتحدى اي مستحيل، يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه تستاهل ياللي نتعب عشان نعلي دايما اسمها، قبل ما تحتاجنا تلاقينا جنبها، ولادها قد المسؤولية ومخلصين، واجب علينا كل واحد مننا يخاف عليها وبما يرضي ربنا، مخلص لها هيعود علينا كل ده، هي الأمانة راردها مطمنين. يعني يمكن نعود مرة أخرى مع حضرتك وبنشوف يعني أحداث كثيرة، منها محاكمة النظام السابق ومحاكمة الرئيس على رأس هذا النظام، والعودة إلى حالة من الاستقرار مرة أخرى، ويمكن زي ما حضرتك قلت المستثمرين يريدوا دائما الطمأنة والوصول إلى حالة من الاستقرار حتى يعودوا مرة ثانية. ولكن لو نتكلمنا عن صلاحيات المجلس العسكري هنلاقي أن في إدارة الأزمة الاقتصادية في بعض الجوانب التي أخفق فيها المجلس العسكري، وفي جوانب أخرى كانت سياسته سياسة حكيمة. إلى أي مدى ذهب المجلس العسكري برؤيته وإدارته لشؤون البلاد وخاصة الجانب الاقتصادي؟ هل نجح بنسبة قد إيه؟
وإيه اللي كان المفروض يلجأ إليه المجلس العسكري حتى يعني يجعل هذا الاقتصاد القوي ما زال يعني متنامي أو على الأقل يعني ماسك دعائمه الأساسية؟ عاوز أقول لك حاجة، وهو أنه العسكريين بيحكموا مصر من سنة 52 يعني 60 سنة وهم لهم وظيفة أساسية، الوظيفة الأساسية اللي هي خير أجناد الأرض في مصر اللي هو الدفاع عن حدود مصر وعن سيادة مصر، هم أكفاء في هذا. أما إدارة شؤون البلاد فده وضع تاني، دي وظيفة تانية. طبعا لما انت شفت من سنة 52 حتى هذه اللحظة يعني قدرتهم على إدارة البلاد صعبة شوية، بمعنى آخر يعني ما همش زي المدنيين في إدارة البلاد، والمجلس لكن العسكري اعترف بذلك. طبعا ولذلك بنجد انه في فترة من 52 لحد النهاردة 60 سنة كان في المجال إدارة البلاد أي مع العسكريين بيقوموا على مسألة التجربة والخطأ. وطبعا احنا يعني في الفترة اللي جاية ما احناش هنستحمل تجربة وخطأ. احنا الجيل بتاعنا اللي هو انا وزي حالاتي، احنا الجيل اللي اتحملنا التجربة والخطأ، جربوا فينا مرة اذا ما نفعتش شمال ندفع يمين، واذا ما نفعتش يمين نطلع لورا نرجع لورا. يعني مثلا عبد الناصر قال خد شمال، يعني اليسار روسيا والنظام الاشتراكي، جاء السادات خد يمين، نظام انفتاح اقتصادي وحرية اقتصادية والاخره والانفتاح على العالم الغربي الى اخره، جاء الرئيس السابق رجع بينا لورا وكانت مأساة 30 سنة اللي فات. ولذلك في لا احنا بقى نقول للمجلس العسكري المجلس ومدرك لهذا، مدرك بانه صحيح ان الدفاع دي مهمته الاساسية ويجدها وهو خير اجناد الارض في 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 دفاع الحدود البلاد. المجلس الشعري قدم له دكتور في هذا الجانب ايضا، للاسف مش المجلس الشعري طبعا هو يعني عون جانب شديد سياسي فقط. هو لكن سياسي. سياسي يعني كان نفسي اشوف فيه مجموعة من الاقتصاديين كان لكن النهاردة لما نقول المجلس العسكري اختار حكومة الخامسة حكومة الجنزوري، نعتقد حكومة الجنزوري يعني احتمالات نجاحها كبيرة، لانه الجنزوري كشخص 17 سنة رجل دولة ويستطيع ان يدير يدير وزارة او مجلس وزراء حكومة اصلا، وبالتالي في هذه الحالة قدراته عالية كإدارجي. وهي القضية كلها يكون معاه وزراء ومعاونين على مستوى من الفطنة والذكاء، اعتقد معاه بعض هؤلاء الرموز وقدرته على انه يعني اول ما قام كان عنده مهمتين اساسيين، الامن دي مهمة جدا. السياحة ما بتستناش الا الامن، صحيح تقوم تتعافى السياحة، ودي تدر علينا من النقد الاجنبي ما يكفي، لان احنا البنك المركزي لا يسحب الاثنين لا يسحب الاثنين مليار بتوع كل شهر، صحيح وتستنزف الاحتياطيات من النقد الاجنبي. كمان حاجة تانية انه المصانع المغلقة لابد من ان الاقتصاد مهم جدا، ولذلك النهاردة وجدنا بانه اول شيء عمله فعل طبعا حكومة شرف اثنين فعلت مسألة الحد الأدنى للأجور، هو جاء الجنزور قال لك الحد الأقصى للأجور ابتداء من يناير اللي احنا فيه 2012، وبالفعل من واحد إذا كان الحد الأدنى جنيه مصري، واحد بياخد جنيه مصري، يبقى الحد الأقصى الموجود في المرتبات ما يزيدش عن 35 ضعف الجنيه، يعني 1 لـ35، هي كانت 1 لـ1000 صحيح. لما تبص فرق كبير جدا قبل ثوره 25 يناير كانت 1 لـ1000، وده معقول بالنسبه للمستوى العالمي حضرتك حاليا يعني نسبه الحد الادنى للحد الاقصى انه الحد الادنى يبقى 1 جنيه لو واحد بياخد 100 جنيه يبقى الثاني ياخد ايه؟ ياخد 350 لا كان قبل الثوره 100,000 جنيه 1 لـ1000 صح. لما تكون 1 لـ35 معقوله كبدايه، موجودة في أمريكا وبعض وكتير من الدول اللي هي بنسميها الدول الرأسمالية المتقدمة لا دي 1 لـ15 لما تاخد دولة زي الهند والصين والبرازيل اللي هو الدول الناهضة اللي طالعة جديد هتجد برضو في حدود 1 لـ20 1 لـ25. فاحنا لما نبدأ ب 1 لـ35 صحيح كتير ما زالت كتيرة يعني وانه الناس المطحونة تحت تحتاج الى كثير، لكن الخبرات برضك يعني لابد ان لازم نحافظ على الخبرات مرة واحدة الحالية الى ان ينهض شبابنا بالضبط الى ان ينهض شبابنا ويكتسب مزيد من الخبرات صحيح. في هذه الحالة
كون ان هو قام الشباب ده بالثوره يتقبل انه ياخد 20 ضعف صحيح. مش 35 ضعف. تتغير الدماء، تتغير الدماء. الافكار وتتغير تمام. كل شيء فيها. طب نعود الى الجنيه المصري وحال الجنيه المصري اللي سمعنا انه اصبح الجنيه المصري بيساوي او الدولار الامريكي بيساوي 6 جنيه مصري في هذا الجانب، وامام الدينار الكويتي ايضا اللي بقى 20 جنيه مصري ايضا. ماذا عن هذا الجانب؟ ويمكن هل هذا يعني يستشعر فيه المستثمر بالخوف اكتر؟ احنا مش قادرين نشتري حاجه، مش قادرين نعمل حاجه. مستوى الجنيه انهار بهذا الشكل ازاي وايه اسباب انهياره؟ انا مش هسميه انهيار عشان انا عاوز يعني اوري لك الانهيار معناه ايه. تمام. لكن ما حدث هو انخفاض في قيمه الجنيه المصري وليس انهيارا في قيمه الجنيه المصري، لانه انخفض من 5 جنيه و75 قرش قبل ثورة 25 يناير الى النهاردة اصبح 6 جنيه واربع قروش او 3.5 قروش. يعني 6 جنيه تمام. يعني نقول بكتيره انخفض يعني ب 25 قرش او 30 قرش اللي هم في حدود كام؟ في حدود 4%. يعني الجنيه المصري ريح شوية، انخفض شوية تمام. بالمفهوم الدارج يعني ب 5% او 4%. حال الدينار ايضا الكويتي طبعا لازم يسمع في علاقة الجنيه المصري بالعملات العربية تمام. والعملات الأجنبية الأخرى. لكن عاوز أقول لك هديك مثال على كلمة انهيار. بعد ثورة كتير من الدول النامية، خد السودان قريبة لينا تمام. ودي الفناء الخلفي بتاعنا، دولة قريبة منا وحبيبتنا السودان. وجدنا بأنه لما قامت ثورة 86 في السودان وجدنا انه قيمه الجنيه السوداني، انا كنت موجود في سنه قبل الثوره مباشره بحوالي سنه تمام. كان هدي لك قبليها في 79 في السودان كان الجنيه السوداني بيجيب 2.5 دولار. الجنيه السوداني كان بيجيب 2.5 دولار. شو كويس. بعد ما قامت الثوره في السودان في 86 في سنه 95 تصور بقى الجنيه السوداني بيجيب 2.5 دولار. لا طبعا الدولار هو اللي بيجيب 2400 جنيه سوداني. هو ده التدهور بعينه. لكن الجنيه المصري النهارده لما يكون لسه بقيمته لسه ما لسه بخيره لانه الاقتصاد المصري دعايمه قويه. لازم نفهم كده كويس. احنا ما نعاني منه حاليا هو انه العربه الاقتصاديه فيها شح في الوقود. هل هناك اشاعات القصد منها تخويف وتذويع الشعب المصري؟ لا يعني في محاولات في محاولات ما فيش اموال ما فيش لا في محاولات لخويف. ده كان في بداية الثورة كان بيخوفوا الناس عشان يهدوا الناس تمام. لكن دلوقتي الوضع بالفعل وانا بقول للناس مرة تانية ان انا كرجل اقتصادي قضيت عمري بدرس اقتصاد وأمارس الاقتصاد ولدي من الخبرة المحلية والدولية وأدعي أن أنا أفهم في الاقتصاد. الوضع في الاقتصاد المصري في الوضع الحالي خطير بالفعل تمام. تخيل أن المركبة الاقتصادية اللي فيها الشعب المصري اللي راكب فيها الشعب المصري زي أوتوبيس كده ضخم وفيه بدأ يعاني من شح في الوقود هتتوقف العربة ولا مش هتتوقف ولن تصل إلى بر الأمان حقيقة. فاحنا دلوقتي في شح في الوقود فلا بد ان اللي يقود هذه المركبه او هذه العربه يكون محنك ويحتاج الى تمويل من يعني تمويل يعني من مركبه اخرى صحيح. يعني هذه المركبه الاخرى قد تكون دوله عربيه قد تكون صندوق النقد الدولي. اسباب هذه الازمه الخاصه بالبنزين من وجهه نظرك الاقتصادي اسبابها ايه حضرتك الفعليه؟ اسباب ما انا قلت ان هو عندنا شح في السيوله اتى من طبعا مش عاوز الثوره ده كل اللي حصل ده تكلفه تمام. عشان نغير الفساد وعشان تكلفه كبيره ولازم نتحملها لانها بتدينا الحريه بتدينا العيش الاقتصاد بتدينا الحريه الديمقراطيه بتدينا ما عندنا انتخابات الحمد لله البرلمان هيجتمع بعد بكره حقيقة. النهارده 21 هيجتمع بعد بكره حاجه جميله جدا جميل. يعني اول ثمار الديمقراطيه وبعدين العداله الاجتماعيه النهارده عملنا حد ادنى الاجور وحد اقصى الاجور وفي اشياء اخرى كثيره. الدعم التموينيه ما جيناش ناحيته بل بالعكس زاد 4 مليار من 21 مليار الى 25 مليار. لكن دعم السلعه دعم الوقود ده لازم يعاد النظر فيه طبعا تمام. لانه بيروح طب إيه اللي احنا محتاجينه دكتور يعني خلاص النهارده عشان نحط يعني برنامج اقتصادي المصري يتعافى في مثلا شهرين او ثلاثه او 6 اشهر
حتى لا يتأثر المخزون والاحتياط النقدي اللي في البلد، ونلاقي نفسنا مرة واحدة بقينا نقف على أرض صلبة. هذا البرنامج اللي مصر وضعته واللي صندوق النقد الدولي بيراجعه علشان يشوف إذا كان في أي محتاجين مساعدة، في جزء ضعيف في التصميم يقولك اعملها بالطريقة الفلانية. الحكومة قدمته خلاص لصندوق النقد. الحكومة احنا اللي حاطينه، المصريين اللي حاطينه، وجاء بعثة صندوق عشان تراجعه. ملامحه ايه هذا؟ ملامحه واحد، انه معدل النمو لازم يتعافى، ان الاقتصاد ننتج اكتر. وانه البرنامج الموضوع ده طبعا في اهداف للبرنامج وفي سياسات بتوصلك للايه للاهداف. واحد، ان معدل النمو يزيد من 1% اللي كان في 2011. يبقى الناتج المحلي بتاعنا يزيد عن السنه 2011، يبقى في سنه 2012 يوصل الى 3%. خطوه ازاي حضرتك؟ خطوه احسن. هنقول بقى السياسات اللي هتوصلنا. اتنين، انه البطاله تقل شويه من 12% الى 9%. ده يجي منين؟ السياسات هنتكلم عنها. ثلاثة، انه تكلفة المعيشة اللي هو التضخم، معدل التضخم يعني ينخفض بعض الشيء من 12% الى 10% الى 8% على مدار 18 شهر. اربعة، ان سعر الجنيه المصري ندعمه. يعني هو انخفض ب5%، لو وصل لستة جنيه وعشرة ساغ يبقى معقول في السنة الأولى، بس لا يتدهور زي ما قلنا، حكينا موضوع السودان. الدولار كان الجنيه السوداني بيجيب 2.5 دولار، اتقلبت الآية وأصبح الدولار بيجيب 2400 جنيه سوداني. لا، الجنيه المصري يستقر عند هذا، لو 6 جنيه و10 ساعة 15 قرش مقبولة. طيب ازاي تحقق ده كله؟ واحد، انه عجز الموازنة لازم يكون يعني نحجم حجم العجز في ميزانيه البلد. انه العجز يبقى في ترشيد بالنسبه في ترشيد العجز يكون ينزل كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي من 8.6% ينزل الى 8% مثلا. خلال فتره البرنامج. انه بمعنى اخر، انه العجز اللي هو وصل الى 134 مليار ده اللي كان مخطط ليه في 2011. 2011 2012. ده الكلام بيدور حوالين دلوقتي، انه في كلام ارقام عجيبه شويه يقول لك تعدى 140 مليار وفي ارقام ثانيه عدى 170 مليار. هنا البرنامج ده يحجم، يقول لك يبقى عشان تخلي العجز بين الفرق بين الانفاق الحكومه وايرادات الحكومه، يبقى المفروض هذا العجز ان الحكومه انفاقها يترشد. يترشد بمعنى ايه؟ الانفاق غير الضروري للجهاز الاداري، عربيات جديده، اساس جديد، مباني بيأجروا مباني، لا عندك مباني كتيره يعني في هيئه عندها مباني غير مستغله، الهيئه الثانيه محتاجه مبنى، ممكن يتم تبادل هذه، يعني خلاصه ترشيد الانفاق على مستوى بما لا يضر المواطن المصري، بما لا يضر احتياجاته خالص. ده الجهاز الاداري حقيقة. الدعم الموجه للطاقه اللي بيستفيد به مصانع ورجال الاعمال اللي بتنتج، اللي بتستخدم استخدام كثيف للطاقه في هذه الحاله، الكهرباء والغاز والديزل والسولار، ان رجال الاعمال دول بيستفيدوا. اولا بياخد طاقه مدعمه، طب ما يبيع لي بقى المنتج مدعم. ده بيبيع بسعر السوق وبيصدر باسعار ما شاء الله، يعني ربنا يزيدهم الى اخره، بس ده المفروض يدي حق المجتمع. من امثله هذه صناعات السيراميك، الاسمنت، الحديد، الاسمده الى اخره، مصانع المواد البتروكيميكالز، كل دي بتستهلك استهلاك طاقه ضخمه. الله، وانا بدعم مين؟ بدعم رجال الاعمال وبدعم الشرائح المستحقه. استاذ دكتور فخري الفقي، يمكن دايما لما بنقول عاوزين نتعافى يبقى محتاجين ان احنا نعطي امان اكتر للمستثمر المصري في الداخل، نعطي تسهيلات لهذا المستثمر، نطمئنه اكثر، صلاحيات وامتيازات بياخذها هذا المستثمر المصري حتى يتعافى الاقتصاد المصري ايضا. ماذا عن هذه التسهيلات اللي بتقدمها الحكومه او ستقدمها الحكومه في المرحله المقبله للمستثمر الداخلي، وماذا ايضا عن نتاج الثوره التونسية والليبية والاقتصاد الحالي لهم؟ هل هو في تعافي بمقارنة للاقتصاد المصري؟ ببساطة جديدة، أهم حاجة ممكن تقدمها
الحكومة الجديدة بالإضافة للبرلمان الجديد هو طمأنة المستثمر الأجنبي بأنه الأوضاع الأمنية في مصر مستقرة. ده مهم جدا. أيضا بالإضافة إلى مناخ الاستثمار أصبح أكثر طهرا، يعني في طهارة ولم يعد هناك فسادا في مصر، إلى جانب ما فيش خوف يعني ما يخافوش. إلى جانب هنشوف نتحاور مع المستثمرين، يكفي أن التزام مصر باحترام تعهداتها مع الأجانب، مع رجال الأعمال خاصة الشركات الموجودة. طبعا بدأ الحكومة الحالية تلتزم وتحترم تعهداتها لكل الاتفاقيات التي وضعت في مصر مع رجال الأعمال الموجودين حاليا في مصر، وأيضا ده بيعطي ثقة في الاقتصاد المصري. ده عموما بالإضافة إلى إعادة النظر في كثير من القوانين التي يمكن أن تجلب إلى مصر مزيد من الاستثمار. وهذا يحدث بالفعل على أرض الواقع. وهذا يحدث بالفعل. نعم. إلى جانب ليبيا، إلى ثورات الربيع العربي. طبعا هي ربيع عربي، إنها سوف تأتي بالخير إلى المنطقة العربية، ولكن ما حدث في ليبيا ليس ربيع على الإطلاق. لكن ما حدث، أنا يعني كنت في ليبيا في زيارة سريعة لمدة 4 أيام، وجدت أنه ليس ربيع على الإطلاق، ولكن سوف يأتي إلى الربيع، يأتي بالخير إلى الشعب الليبي. الوضع في تونس يختلف عن ليبيا، يختلف عن مصر، يختلف عن اليمن، يختلف عن ما سيحدث في سوريا. مصر ناخد محظوظة هنا، ناخد الشريك ناخد مصر دايما هي في بؤرة الأحداث. هنجد أنه في تونس سبقت ثورة تونس ثورة مصر، وجدنا بأنه يعني أعيد بناء الدولة، بمعنى أصبح لديهم مجلس تشريعي، أصبح لديهم حكومة، أصبح لديهم رئيس منتخب إلى آخره. ولكن الثقة الاقتصادي يعني 10 مليون نسمة، بالإضافة إلى أنه الثورة التونسية كانت سابقة، وبالتالي ولكن هناك بعض أوجه عدم الاستقرار، يعني ما بين الحين والآخر تبدأ بعض المظاهرات إلى آخره. انت عارف عامله زي الزلزال الضخم، لا بد له توابع. من توابع، لكن التوابع هناك بدات تخف في تونس، واصبحت الامور مستقره في تونس. لو اتينا الى مصر، مر الربيع العربي من تونس الى مصر وترك ليبيا، لانه لو كان الرئيس السابق موجود، يعني لو جاءت من تونس الى ليبيا كان سيقوم الرئيس السابق مبارك بمساعدة القذافي، وهذا حكمة من عند الله سبحانه وتعالى. وكمان انه الثورة في مصر لم تأخذ اكثر من 18 يوم، حتى انه في هذه الحالة يستطيع يعني ينتهي حكم السابق للرئيس مبارك بانه لا يساعد القذافي. ولذلك في هذه الحالة هذا عند قراءة الاحداث والأقدار تجد أن هناك عناية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك بقول أنه في ليبيا لتختلف عن مصر لديهم مصدر هام جدا، ليس لديهم شح في السيولة، لديهم السيولة قائمة، ولكن دعائم الاقتصاد الليبي تحتاج إلى إعادة بناء من الألف إلى الياء، لكن لديهم السيولة الكافية ويحتاجوا إلى الخبرات. هم لديهم شباب واعد في ليبيا متعلم، ولكن ايضا والعدد ليس بكبير، يعني وليس 6 مليون نسمة، 6 مليون تونس، 10 مليون ليبيا، 6 مليون مصر على النقيض. ولذلك مصر في هذه الحالة يعني يمكن تكامل هذه الأنظمة، سواء كان في ليبيا بما لديها من سيولة كافية ل 6 مليون نسمة، هناك ايضا بتقوم بجلب حاليا يعني في خطة لاستعانة بالأيدي العاملة من مصر في حدود 2.5 مليون مواطن مصري كان موجود قبل ثورة ليبيا، 1.5 مليون رجع منهم النص، حوالي 700 ألف، وما زال قائم هناك، ما لم يأتي إلى مصر 800 ألف. ساعدوا الإخوة الليبيين اللي كان شغال في مخبز أثناء الثورة، كان بيساعد في إن هو يقدم هالخبز ويقوم بخبز الرغيف الخبز ويقدمه للثوار. اللي كان حداد شغال بيقدم الحدادة ومساعدة في بعض الأدوات وإصلاح بعض الأدوات الحربية إلى آخره. يعني 800 ألف اللي كانوا موجودين في ليبيا كانوا ستأتي أجود وأفضل بالفعل. ولذلك أنا يعني يعني متفائل بأنه نسبة البطالة في مصر عندما يتم يعني ذهاب أو ليبيا تحصل على وتوفر فرص عمل
يعني مليون ونص او 2 مليون ستقل نسبة البطالة في مصر الى حد ما، لكن نحتاج الى انتعاش الاقتصاد المصري حتى نولد فرص عمل. اذا نطمئن الى دكتور يعني فخري الفقي المواطن المصري بان الاقتصاد المصري يعني متعافى ومازال قوي. نعم استاذ دكتور فخري الفقي، استاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي الدولي ايضا ومساعد مدير تنفيذي للصندوق النقد الدولي، شرفنا يا فندم بلقائك النهارده. نتمنى دائما ان يكون الاقتصاد المصري متعافي وتطمئننا مزيدا عن مصرنا الحبيبه. شكرا لحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك، شكرا، شرفت بيك. أعزائي المشاهدين الكرام، إلى هنا نصل بحضراتكم لنهاية هذه الحلقة من برنامجنا نقطة تحول، على أمل أن نلقاكم وحلقة قادمة بمشيئة الله. لكم من ألف تحية وإلى اللقاء. دعوة